اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. كل سنه وحضراتكم بخير، كل سنه والشعب المصري بخير وسلام، وربنا يحفظه ويحميه يا رب. كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير وسلام، كل سنه وكل اللي بيتابع التلفزيون المصري والقناه الاولى في انحاء العالم بخير وسلام. عيد الفطر في مبارك زي ما بنقول، رمضان في مصر حاجه تانيه، كمان العيد في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل. على القناه الاولى العيد حاجه تانيه، ان احنا بدانا النهارده اول ايام العيد بالرنجه والفسيخ والسلم والمخلل، وافكار للرنجه كتيره قوي، ولكن هي في الاساس رنجه. سمكه الرنجه دي سمكه عزيزه بتيجي مستورده، لها طرق تخمير وطرق طهي مختلفه شويه. السمكه الوحيده اللي بتستوي لا من لا نار ولا جريلا، بتستوي بالدخان بتاع النار، وحسب نوعيه الخشب بيختلف سعر حبايه الرنجه او الكيلو الرنجه. الخشب هنا المدخن او الدخان بتاعه اللي بيسوي الرنجه، ايه نوعيته، هو ده الغلو بتاعها. ولكن هي سمكه واحده بتيجي من النرويج، من اسكتلندا، من هولندا، مصدرها البلاد دي. تعالوا مع بعض النهارده نعملها بافكار كتيره مميزه. انا عندي اطفال، والاطفال دايما هم طبعا حبايبنا، دايما يحسوا بالعيد وبنولد جواهم ونطرز جواهم العيد ازاي، وعيد الفطر المبارك وصله الرحم، ونعيد على بعضينا ونخليهم يفطروا معانا ويتغدوا معانا. فنعمل لهم بيتزاية حلوه كده بالرنجه، ايه رايكم؟ هتاخد برضو جبنه موزاريلا، وتاخد زيتون، وهتاخد فليفر من الخضار، وحاجات جميله جدا. الرغيف الحواوشي بتاعنا بالرنجه فكره الشيف المغازي، وبيدرسوها دلوقتي ازاي نعمل الحواوشي الصغير المحرمش، يعني في فلفل حار وفي سبايسي شويه، ويسويه على الجريلا او في الفرن. هنعمل كمان فسيخ النهارده اللي انا مش بحبه، ولكن مخرجنا الجميل عاشق له، بيقول لك فطرني وغديني فسيخ. الفسيخ هنا ده اخري فيه صراحه، وانا ما اقدرش امد ايدي فيه، انا بتكلم الصراحه، وحضراتكم من يوم ما شفتوني على التلفزيون وانا بقول انا ما بحبش الفسيخ، ولكن انا عاشق للرنجه. حلو الكلام. ومعانا سلمون النهارده برضو، انا خللته بملح وسكر وليمون وزيت زيتون، وبتخلل معانا زي الفل. هنعمله سندوتش او نقدمه ابيتايزر كده لطيف وحلو. السلمون كده كده مش محتاج، يعني ممكن الواحد ياكله كده مع تخليليه، مع خيار مخلل، مع طماطم، زي ما احنا عايزين. ولكن السلطه الخضراء مهمه جدا كمان علشان نقدمها مع السفره بتاعتنا، لان السفره كمان مهمه يكون عليها طبق سلطه خضراء لطيف وجميل. ولكن السفره دي عدلها حاجه واحده، طبق فروت سلط. لازم نكسر من الفواكه والخضار، ناكل رنجه، ناكل فسيخ، ناكل ملوحه، لازم تكون على السفره بتاعتك زي ما حضراتكم شايفين كده تشكيله من الخضار. واحنا في ايام الربيع الحمد لله، انا هعمل فروت سلط حلو كده بالعسل، برتقال، وكل انواع الفواكه، وطبق حلو نحل بيه. خلونا نطلع فاصل صغير، لان في تفاصيل كتيره النهارده، وعيد الفطر المبارك معانا على القناه الاولى مميز ومختلف وله اسرار وله تفاصيل، وهنرجع تاني لحضراتكم بمفاجات عن الرنجه وعن الفسيخ وعن السلمون والافكار الجديده اللي بتعجب الأطفال والكبار. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. كل عام وحضراتكم بخير. احنا اتفقنا تكون السفرة بتاعتنا النهاردة فيها حاجات تعجب الأطفال أكتر من الكبار، لأن احنا يهمنا كمان العيد الفطر المبارك نفرح ولادنا وأطفالنا، وأكلة الرنجة نحببهم فيها. يعني ما نجيش نحط حباية رنجة سليمة زي اللي موجودة معايا دي كده ونقول له تعالى كل رنجة. أنا شخصيا لو طفل هخاف منها، أقول لك دي سمك ني ده ماما ولا إيه؟ فكرة الرنجة دي على فكرة بتمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بتتفك من الكراتين المجمدة وتتحط في مكان تهوية لغاية لما يفك تلجها. المرحلة الثانية تتحط في محلول ملحي، يعني في ملح خشن لمدة ثلاث أيام. تطلع من الملح الخشن تتصفى وتتركد على جنب، تتحط في أسياخ ستلس أو أسياخ خشبية، وتتحط في فرن حراري في دار، والنار دي طبعا طالع منها دخان، هي اللي بتساوي الرنجة. فشكل الرنجة شكلها الأطفال مش هتعجبهم، فخلونا نعمل لهم بيتزاية حلوة مع بعض كده. مقادير عجينة البيتزا مرينا بيها كتير وعملناها كتير، عبارة عن ثلاث كوبايات من الدقيق، بياخدوا معلقة خميرة، معلقة سكر، زيت زيتون، ممكن كوباية زبادي حلوة، يعني تتوصي بالعجينة وتتوصي وتخليها شخصية. وبعدين بتعملي التوبنج بتاعها اللي هو صوص البيتزا، اللي هي عبارة عن كاتشب أو طماطم أو معجون طماطم، معلقة سكر، بصلاية، تومة، شوية زعتر حلوين، اللي هي معانا دي أهي زي الفل. هننزل بقى هنا كده على وش البيتزا. إيه الجديد؟ خلونا مع بعض واحدة واحدة كده. بيتزاية حلوة، صدقيني دي هتعجب ولادك وهتعجب الكبار وضيوفك، وتبقى حاجة جديدة.
عامله لكم بيتزا النهارده بالرنجه. زي ما انا شغال كده الصلصه دي حلوه وخليها سبايسي سنه يعني، واخده بالك؟ حطي فيها شويه ايه فلفله حلوه كده كده عشان الرنجه اصلا بتحب الاكل تكون ايه محرمشه. استاذه رحاب بتقول لي محرمشه يعني ايه؟ يعني حاجه كده واخده يعني، زي يقول لك انا والله نفسي مش جعان بس عايز اكل حاجه محرمشه، يعني حاجه تفتح الشهيه فيها سبايسي شويه. طيب حطينا الصلصه بتاعتنا حلوه قوي. ايه الجديد؟ معانا شويه جبنه موزاريلا بنحطهم في الاول كده، موضوع مختلف هنا كده شويه اهو زي الفل. معانا زيتون بالشكل ده كده، نوزع الزيتون. وخلي بالك هنا مفيش وبتعملي صلصه البيتزا اللي احنا عاملينها ديت قللي الملح شويه. معانا الرنجه، اللهم صل على النبي اهي، 1 2 3 حلو 4 يلا اهو زي الفل. سكينه ونقطعها مع بعض. انا بحب الرنجه وبعشق الرنجه، فعشان كده بحب ان انا ابدع في عمايلها. ناخد الرنجه دي كده ونقطعها بالشكل ده كده، عينيا اهو. اوف اوف اوف، اللهم صل على النبي. عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. تمام، هناخد الرنجه دي كده نقطعها كده، خلي تفاصيلها كده باينه اهي اهي بالشكل ده كده حلو. وانت بتقطعيها بالنظر يعني كده، اعمليها على شكل مثلث بحيث لما تقطعي البيتزا دي على شكل مثلثات تطلع يطلع في كل مثلث قطعتين ثلاثه، كانك بترصي فستق مثلا او لوز على وش ايه صينيه بسبوسه. تبالك بيبقى له رصه كده بيعرفوها الحلوانيه، يعني تطلع حبايه اللوز على القطعه بتاعه البسبوسه. نفس القصه مع البيتزا. الشكل الجمالي مهم جدا على فكره ايا كان بتعمل اي حاجه. ناخد ده كده زي الفل. معانا فلفل رومي زي ده كده اهو، بناخده كده اللهم صل على النبي، نشيل ده كده. الحاجات دي مهمه جدا، فلفل رومي، انا بحب الفلفل الرومي على البيتزا. التغيير ده مهم اهو بالشكل ده كده زي الفل حلو. وكمان فلفل رومي، عندك طماطم شيري حطي الصغيره الحلوه دي كده، انا بحبها على وش البيتزا حلو. عندنا كمان يا عم الشيف اللهم صل على النبي بصل، بصل الاحمر الحلو بتاعنا ده، عنوان الفسيخ والرنجه تقطعها جوليان كده رفيعه قوي. واسالي ولادك بتحبوا البصل على البيتزا حطي، هو البصل مفيد كده كده هتحط بالشكل ده كده. حاجه جديده دي البيتزا بالرنجه على فكره جديده، بس جربيها وهتعجبك. حلو. معايا زيتون اخضر، العب زيتون اخضر خالي النوى، محشي جزر اهو، عشان كده بقول محرمشه. شفتوا المحرمشه جايه منين؟ اهو زي الفل. شويه زيتون تاني، معانا الجبنه الموزاريلا نحطها. بيتزايا بتتكلم، مش بتتكلم طلياني بقى، طلعينا ما يعرفوش حاجه عن البيتزايا دي على فكره، ده اختراع مصري، اختراع مصري توقيع المغازي. لسه ما خلصتش. معايا رنجه اهي، دي بقطعها بقى صغيره قوي، بقطعها ايه صغيره قوي 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 كده صغيره كده اهو بالشكل ده كده. كانك بترش على البيتزا حاجه معينه اهو. صغيره كده اهو. ودرجه حراره الفرن عندي 180، درجة حرارة الفرن عندي 180، باخدها زي ما هي كده من غير أي بهارات أهو، بحطها على الوش كده، ده عنوان أهو عشان اللي يقبل عليها يعرف إن دي بالرنج أهو، عشان تاخد الصدمة النارية كده وتبقى متقدمة زي الفل. درجة حرارة الفرن كام يا عم الشيف؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب، دي تتحط في الفرن كده اللهم صل على النبي. بيتزايا بالرنجة بتتكلم مصري أهي. كل سنة وحضراتكم بخير، العيد عندنا مختلف وله تفاصيل كتيرة. بيتزايا في الفرن فيها كل التفاصيل بالرنجه، نقفل الفرن بتاعنا. ما تبص على الفرن كده وتصلي على الحبيب قلبك يطيب. بيتزايا بتتكلم مصري مش طلياني، مع ان هم اصحاب الباستا. عينيا عينيا. ناخد الرنجه الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ناخد البلانشه دي كده. يلا نقفل الفرن.
في كمان بيتزايا حلو قوي، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي اللي انا بحبهم. نبص على البنز الحلوه دي كده، ايه الجمال ده؟ نشيل ده من هنا كده، اللهم صل على النبي. وادي البتايه بتاعتنا زي الفل. التركايه برضو ان احنا معانا صوص لطيف وحلو، بيتزا بالرنجه اكيد هيكون لها تفاصيلها برضو. هناخدها زي ما هي كده، اهو 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 اهو، ايه الجمال والحلاوه؟ ايه البيتزايه؟ يلا يا زيزو، يلا يا زيزو، ايه الجمال ده؟ اهو اهو اهو، ايه الحلاوه دي؟ اهو اهو، دي بيتزايه بالرنجه، بالرنجه. الصوص اللي نازل عليها ده هيخليها تنطق. اهو اهو زي الفل. تمام، هنمسكها بقى نقطعها زي ما احنا عايزين بالشكل ده كده، مثلثات. وتعزمي اصحابك كده، والله النهارده شفت الشيف المغازي على القناه الاولى، الناس تجيب الرنجه تفسخها، تحط معاها بصل، تحط معاها طماطم، تحط معاها بصل اخضر، انما ان انا اشوف البيتزا بالرنجه ده الجديد. عينيا عايز ياخد واحده شوفها. حاضر. اللهم صل على النبي. ناخدها كده زي ما هي، طبق التقديم بتاعنا. ايه الحلاوه دي؟ صل على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. اكلت البيتزا بالرنجه قبل كده يا شفيق؟ قول لي. بانشوجه، بانشوجه لا بالرنجه. ايوه. طيب زي الفل، هنخليها كده